أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم CCNA وتعلم الشبكات. نكمل معكم على نفس الهيكلية ونفس الستيم الذي قمنا باستخدامه في الدرس السابق، وذلك من أجل التحدث أيضا على نفس الموضوع. فقمنا في الدرس الماضي بالربط بين مختلف هذه الشبكات التي نراها هنا، وذلك باستخدام الستاتيك والمانيوال آي بيز. وقمنا بتعيين هذه العناوين المختلفة في هذه الأجهزة الطرفية لتأمين التواصل وتبادل المعلومات، ولكن الآن قمنا بجلب هذه الهيكلية دون وجود هذه الستاتيك آي بيز. فإذا قمنا بإجراء التواصل بين هذه الأجهزة الطرفية سوف نرى الفشل بهذا الشكل. ولكن من جانب آخر كانت عملية هذه الإضافة مكلفة وليست سهلة، فلزمني ذلك القيام بتحديد جميع هذه الـ IP addresses وذلك عند كل راوتر. فإذا كانت الشبكة أكبر من ذلك فسوف يستهلك ذلك الكثير من الوقت والجهد. لذا سوف نسعى الآن في هذا الدرس إلى حل هذه المشكلة وتأمين التواصل بين هذه الطرفيات، وذلك باستخدام الأسلوب الدايناميك. فقط علي تفعيل هذه الخاصية عند الراوترات باستخدام بروتوكول معين، ومن ثم سوف أترك البقية إلى هذه الراوترات لتأمين الاتصالات واختيار أنسب طريق لنقل هذه الباكيجز من جهاز طرفي إلى آخر. البروتوكول الذي سوف أعمل عليه هو ريب كما شرحنا في الدرس الماضي، فعملنا على الستاتيك في الدرس السابق، واليوم سوف نقوم بالعمل على ريب Routing Information Protocol. ولكن بداية دعوني أقوم بتقسيم هذه الشبكات للإيضاح. فنقوم باستخدام هذه التول، ونقوم مثلا بملء الخلفية بهذا الشكل. فهذه تعبر عن شبكة هنا، وأيضا إذا قمنا بتغيير اللون، وهذه أيضا شبكة مستقلة لوحدها، تمام؟ وهذه أيضا شبكة مستقلة لوحدها، وأخيرا هذه أيضا تعبر عن شبكة لوحدها. إذن سوف أسعى إلى القيام بتحقيق التواصل وذلك بين هذه الأجهزة الطرفية. فإذا قمنا مثلا في نهاية المطاف بإرسال رسائل بين هذه الأجهزة يجب أن يعطيني رسالة successful. للقيام بذلك نقوم هنا بالذهاب إلى كل راوتر على حدة ونقوم بالاستعلام هنا. طبعا في بداية عند الconfiguration سوف يكون هذا الحقل عند routing information protocol سوف يكون فارغ. سوف نقوم بالاستعلام عنه هنا. طبعا قام بجلبه بشكل مباشر، ولكن دعوني أقوم بكتابة التعليمات وذلك للتعليم. فبداية نقوم بالذهاب إلى enable mode، ومن ثم configuration terminal، وبعدها router read. قم باستخدام النتورك والتي هي عند هذا الراوتر، أقوم بالاتصال عند البوابتين 000 على هذا الـ IP، فنقول 198.60.00. وأيضا عند 001 لدينا 58.60.00، ولكن بما أنها على 8 بت فيجب أن تكون هذه 0. هذا عنوان الشبكة بهذا الشكل. وإذا قمنا بالاستعلام هنا عند الريد مرة أخرى نرى هذه النتورك أدريسز. جيد جدا. بشكل مشابه أقوم هنا بالذهاب إلى CLI ونقوم بنفس العمليات. طبعا لا أنسى القيام بالتكبير Magnifier. سوف نقول Configure Terminal. على هذا الراوتر لدينا اتصالات على هذه الشبكة، راوتر ريد ومن ثم النتورك والذي هو 58.00، وبعدها لدينا هنا هذه الشبكة والتي هي 18.00. فنقول أيضا بهذا الشكل. جيد. وأخيرا عند هذا الراوتر سوف نقوم بالاستعلام هنا، فنقول enable ومن ثم configure terminal وبعدها router read، فنقول network وذلك على هذه الشبكة، ومن ثم 60.00 بهذا الشكل. الآن عندما نقوم بالاستعلام وذلك إذا قلنا show IP route فنرى هنا هذه الراوتينج الذي تمت إضافتها، وذلك نسبة إلى هذه التعليمات التي قمنا بها، ونسبة إلى هذه الـ IP addresses التي قمنا بإضافتها هنا. لنقوم الآن برؤية ما إذا كان بالإمكان القيام بإرسال الرسائل. دعوني أرى إذا قمنا بالإرسال. جيد جدا. وإذا قلنا هنا أيضا successful.
إذن بهذه الطريقة تمكننا من إنجاز نفس المهمة ولكن بطريقة دايناميك بالاستفادة من هذا البروتوكول الخاص الذي يمكنني من تفعيل هذه الراوترات بهذه الخاصية، وبالتالي تستطيع هذه الشبكات رؤية بعضها الآخر ونستطيع القيام بمشاركة الداتا وإرسال الرسائل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، تعلمنا فيه كيفية تدعيم الراوترات بخاصية الدايناميك راوتر. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.